عندنا معتقلين دخلوا في إضراب مفتوح، عندنا بعض الحقوقيين بيسندوا المعتقلين اللي جوه السجون وبيدخلوا هم كمان في إضراب رمزي، عندنا نشطاء وبرلمانيين وحقوقيين بيتدرج أسمائهم لمدة طويلة، بتجدد إدراج أسمائهم في قوائم إرهاب، كل ده ومصر في حالة صمت. طب ما لازم حد يتكلم، فتطلع الخارجية الأمريكية الحقيقة وهي اللي تتكلم. الخارجية الأمريكية طلعت بيان بتقول فيه، أو مش بتقول، هي بتحذر السلطات في مصر من فكرة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإن فكرة الاعتقالات المتكررة وتجديد الحبس خبر قدامنا أهو. الخارجية الأمريكية تحذر من نهج يهدد استقرار مصر، وهو استهداف مصر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. البيان اللي صدر من الخارجية الأمريكية جه بعد إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لحقوق الشخصية حسام بهجت عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا بنعيش حالة عبث، واحد بيكتب بس على السوشيال ميديا فبيتحول للتحقيق وبيتحول للمحاكمة، مجرد الرأي مش دعوات، ما بيقولش يلا هننزل وهنتجمع وهنتجمهر وهنهتف وهنطالب، بيعبر عن رأيه على السوشيال ميديا وصلته لمحاكمة بس. الناس دي تهمتها كده، تهمتها كلمة كتبتها على السوشيال ميديا، كلمة قالوها في تليفون مش واخدين بالهم ان التليفونات كلها اندر كنترول، كلمة وهم قاعدين مع اصحابهم بس، حاجة طلعت منه بالغلط في مداخلة تليفونية، يلا يتجابوا بالسنين 3 و4 و5، محدش بيراجع القانون ابدا. فالحقيقه احنا واصلين لمرحله سيئه جدا جدا جدا، واصلين لمرحله فعلا سيئه جدا جدا، ودي اللي خلت الخارجيه الامريكيه تقول لا ده اللي بيحصل ده كتير، وضع حقوق الانسان ده كتير في مصر. فيطلع المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه نيد برايس امبارح ويقول ان الولايات المتحده تشعر بالقلق، في قلق موجود عندنا بسبب استمرار الاعتقالات، استمرار الاتهامات، المضايقات اللي بيتعرضوا لها كل قادة المجتمع المدني في مصر، أكاديميين، صحفيين، سياسيين، مفيش حد بقى بره خالص. وطبعا أشاروا بشكل واضح جدا للاتهام الموجه لمدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، اللي قالوا يعني أنه بيتمتع باحترام كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتعمل على تعزيز وحماية الحقوق في مصر. لكن الحقيقة الوضع فعلا مؤسف، أنك توصل لمرحلة أنك مجرد التعبير عن رأيك ده ما بقاش مسموح به، فالحقيقة ده شيء سيء جدا جدا. للتعقيب عن الموضوع وعن بيان الخارجية الأمريكية، أنا معايا الأستاذ إبراهيم بدوي معايا على سكايب، الصحفي والمهتم بالشأن الحقوقي. أستاذ إبراهيم أهلا بك معانا في برنامج إيه الحكاية. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، في بيان طلع من الخارجية الأمريكية بينتقد فيه وضع حقوق الإنسان في مصر، والخارجية الأمريكية بتعبر عن قلقها نتيجة زيادة الاعتقالات، زيادة الاتهامات تقريبا لكل أطياف المجتمع، صحفيين، إعلاميين، سياسيين. هل حضرتك شايف أن ممكن الوضع يتحسن بعد البيان ده؟ نعم، حقيقة البيان ربما له خلفيات أخرى، يعني غير ما تعرض له رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ربما هناك خلفيات أخرى. يعني بالأمس القريب كان هناك زيارة لمدير المخابرات المصرية سيد عباس كامل إلى واشنطن، كان الرجل ربما ترك الملفات الكبيرة والأشياء العظيمة التي يعني كان يتوقع كثيرون أن يتحدث فيها مع الجانب الأمريكي، يعني مثل ملف المرضى، وتحدث عن النشط الحقوقي المصري محمد سلطان، ويعني انه كان هناك تفاهم ما بين الجانب المصري والجانب الامريكي
لقضاء محكومية أو ما تبقى من محكومية محمد سلطان، يعني كأنه استعداء على محمد سلطان أو ما شابه. يعني هذا النهج الذي تستمر فيه السلطات القمع المتواصل لنشطاء حقوق الإنسان ولجميع منظمات المجتمع المدني وكتم الأصوات، أمر يعني لا يسع الجانب الأمريكي ربما السكوت عليه، يعني حتى وإن كان الأمر يعني لا يعدو كونه شيء من لا أقول اتهام، ولكن يعني إبداء القلق أو ما شابه، أو حتى مخاطبة من يهمهم الأمر بهذا الإطار وهذا الصدد، أن هناك خطر ما ربما يتعين عليهم أن يتداركوه، ينبغي أن يظل الحبل على الغارب وأن تستمر المضايقات، أن تستمر التنكيل، أن تستمر الاعتقالات إلى ما هو أبعد من ذلك. ينبغي أن يعني يقف الجميع وينظر حوله، وربما على النظام أن يخطو خطوة إلى الوراء حتى تستمر يعني الأمور أو تسير في إطارها الطبيعي. هل نتوقع في الفترة القادمة أن يكون في زي ما حضرتك أشرت خطوة للوراء من النظام المصري، أنه مثلا يعني مثلا واحدة زي علا القرضاوي كل تهمتها في الحياة أنها ابنة الشيخ القرضاوي، بقالها 4 سنين دلوقتي بيجدد لها في حبس احتياطي، وكمان هي أعلنت في المحكمة أنها داخلة في إضراب مفتوح. هل نتوقع مثلا أن يكون في بعض الإفراج عن بعض الشخصيات اللي طالت مدة يعني بقائهم داخل الاعتقال دون تهمة واضحة؟ والله النظام خلال الفترة الماضية ربما يعني كان هناك نهج يسير عليه هو معادلة صفرية مع عموم المعارضة، وكان هناك يعني سياسة صفر تسامح ربما مع من يشتبه في انتمائهم إلى التيار الإسلامي في العموم والجماعات الفلسطينية بصفة خاصة، لكن آمل أن يعني تحدث انفراج ما خلال الفترة القادمة. يعني هناك بالفعل ضغوط على النظام من أكثر من دولة، ربما من الاتحاد الأوروبي خلال ملف ريجيني، التصعيد المستمر من الجانب الإيطالي يعني على وجه الخصوص، والاتحاد الأوروبي عموما في هذه القضية. يعني كما أشرتم إلى قضية السيدة علا القرضاوي، ربما هي يعني نموذج في التنكيل المتواصل بشخصية ربما لم يكن لها يعني أي نشاط سياسي يذكر، سوى أنها هي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي كما تفضلتم. السيدة قبض عليها هي وزوجها ربما في سنة 2017، حصلت على حكم في إخلاء سبيل في عام 2019 في يوليو من عام 2019، لكن القرار يعني لم ينفذ بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وأعيد تدويرها على قضية على ذمة قضية أخرى. واللافت النظر ربما يعني أو الشيء الممكن أن التدوير يتم بنفس التهم السابقة، يعني يفترض إذا كان هناك قضية جديدة يكون هناك يعني سجل جديد للاتهامات أو ما شابه، لكن التدوير تم على نفس التهم المعلبة، نفس التهم الجاهزة ربما للانتماء لجماعة محظورة تعمل على خلاف الدستور والقانون وتقويض الأمن والسلم المجتمعي، التمويل هذه الجماعة، السعي لتخريب مؤسسات الدولة، يعني اتهامات معلبة، اتهامات جاهزة، يعني ليس حتى هناك تجديد في الاتهامات، يعني إفلاس فكري وقانوني على جميع المستويات. نأمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن يكون هناك توجه آخر يتم بموجب الإفراج عن عدد الحقوقيين ربما النشطاء إن شاء الله خلال الفترة القادمة. نتمنى ونتمنى مزيد من الضغط الأمريكي، ربما يعني في بداية تولي إدارة بايدن للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كان في كلام كثير إن ملف حقوق الإنسان في مصر هو هيكون الملف الأهم عند إدارة بايدن، لكن حتى الآن وحتى هذا البيان الحقيقة ما شفناش أي تحركات حقيقية. فنتمنى أن تكون دي بداية خير، لأنها في النهاية انفراجة على كل إخواتنا المعتقلين. الأستاذ إبراهيم بدوي الصحفي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.